أهلا بحضراتكم وفعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام قناة النيل الثقافية. هذا الملتقى الذي ينظم ويعقد العديد من الندوات تحت مواضيع دينية مختلفة لمناقشة العديد من هذه المواضيع وإلقاء الضوء عليها. الندوة التي نتابع فعالياتها بعد قليل بعنوان حسن الخلق. حسن الخلق ركيزة أساسية في الدين الإسلامي، حتى أن الدين الإسلامي لخص في المعاملة فالدين المعاملة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الندوة يتحدث فيها ضيفان كريمان هما الأستاذ الدكتور رمضان حسان والشيخ حازم جلال، وننتقل لزميلي الدكتور محمد عامر لمتابعة فعاليات هذه الندوة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حضراتكم وملتقى الفكر الإسلامي لشهر رمضان المبارك 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية على شاشة قناة النيل الثقافية في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام. جمهورنا الكريم، في هذا اللقاء نتحدث مع حضراتكم حول حسن الخلق، يعني وكما قال المولى سبحانه وتعالى الذي لم يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بكثير مال أو جاه، ولكنه سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم. في هذا اللقاء جمهورنا الكريم يتحدث إلينا فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، كما يشاركنا فضيلة الشيخ حازم جلال إمام وخطيب مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم وأهلا بكم جمهورنا الكريم. الآن نبدأ مع فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان حسان وفضل حسن الخلق، وخاصة في شهر رمضان. فضيلة الدكتور تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين وبعد. فإن للأخلاق منزلة كبيرة في الإسلام، مما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر بعثته على إتمام وتكميل الجانب الأخلاقي، عندما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد يسأل سائل لماذا قصر صلى الله عليه وسلم بعثته على الجانب الخلقي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد بالعقيدة والشريعة والأخلاق. نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر بعثته على الأخلاق لأن العقيدة والشريعة المقصد الأسمى من الأمر بها تزكية وغرس وترسيخ الجانب الخلقي. ما الدليل على ذلك؟ انظر إلى العبادات: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام. هذه العبادات لو دققت النظر في سبب مشروعيتها لوجدت أن المقصد الأسمى من تشريعها غرس الجانب الأخلاقي. الصلاة، قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى إذن بمفهوم المخالف سيدنا الشيخ حازم، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لا صلاة له. الصلاة، وربنا جل وعلا في الحديث القدسي يقول: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، صحيح، ولم يستطل على خلقي الله، وقطع نهاره في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة والمصاب. إذن الصلاة المقصد الأسمى من تشريعيتها تزكية الجانب الأخلاقي. ما الفائدة أنني أصلي ولكن أخرج سباب، شتام، بزاء، أمشي فيما يدمر الناس؟ لا فائدة في هذه الصلاة. الصيام، قال ربنا جل وعلا في حيثيات تشريعه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. والتقوى صفة جامعة لكل الخير. يبقى إذن الذي لا يخرج من صيامه بالتقوى صيامه مشكوك فيه. نعم. أيضا والصوم جنة،
وقاية من المعاصي. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر ولا يجهل، وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الصيام لابد أن يضبط السلوك والجوارح. الحج قال ربنا جل وعلا في الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الزكاة ليست الزكاة ضريبة أو جباية، يعني تحصل من الأغنياء إلى الفقراء. تطهير النفس، تطهير للآخذ وللمعطي وللمال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن. لذلك نقول الدين الإسلامي عبادة تعاملية، إن صحت صحت العبادة الشعائرية. الدين الإسلامي عبادة تعاملية، إن صحت وقبلت قبلت العبادة التشريعية. يعني لابد أن تكون عدلا، لابد أن تكون متصفا بحسن الخلق، لابد أن تكون كريما أمينا. إن طبقت هذه الأمور قبلت الصلاة والزكاة والحج. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك سيدنا الشيخ حازم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ صلى الله عليه وسلم. المفلس من؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. نعم صلى الله عليه وسلم. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإفلاس المادي. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحح ووجه المقصود بسؤاله: وما الذي يعني المفلس من أمتي؟ من يأتي بصلاته وصيامه وزكاته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأعمال الطيبة التي يظن بعض الناس بأنها تنجي، لكن للأسف صلى وما صلى، صام وما صام، زكى وما زكى، حج وما حج، ويأتي بهذه الأعمال، لكن يأتي شتم هذا، قذف هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسنات، حتى تفنى هذه الحسنات. ماذا يفعل؟ يؤخذ من خطايا أصحاب المطالب فتوضع عليه ثم يلقى بها في نار جهنم. صحيح. المرأة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فلانة تصوم، تذكر، ويعني ليس أي صيام، ليس المقصود صيام الفرض، أنها كثيرة الصيام والزكاة والصلاة وتتصدق بالشيء العظيم، فيها عيب واحد: تؤذي جيرانها بلسانها. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها الصيام؟ هل قال يشفع تشفع فيها الصلاة؟ نعم. هل قال في الجنة؟ قال هي في النار. برغم هذه نعم، لأن هذه العبادات ما أثرت في سلوكياتها وأخلاقها. لو أثرت في سلوكياتها وأخلاقها لما وجدنا هذا الإيذاء، لما وجدنا كذا. إذن الدين الإسلامي عبادة تعاملية، إن صحت صحت العبادة الشعائرية. بعض الناس يقصر الإيمان على مجرد الشهادتين والصلوات والزكوات والعبادات، يقول أديت الإسلام. نقول لا، الإسلام ليس هذا فقط، هذا وقبل هذا الجانب الخلقي، حسن الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما الإسلام، قال حسن الخلق. في رواية ما الدين، قال حسن الخلق. الفيروز أباد يقول سيدنا الشيخ حازم: الدين كله خلق. صحيح. الدين إن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. في الدين. إذن هذا يدل على فضل الأخلاق. مما يدل على أهمية الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حسن الخلق يعد من كمال الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق، وخياركم خياركم لنسائه خلق. نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن الذين لا يراعون الجانب الخلقي في التعاملات. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاث. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يصوم، ولم يقل من لم يزكي، ولم يقل من لم يحج، وإنما قال من لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه وشروره نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان. وأيضا في رواية: من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذا يدل على إن الأخلاق صاحبها يوصف بكمال الإيمان. أيضا صاحب الخلق الرفيع يحشر يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي
وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لا يستقيم إمام عبد. الحسن الخلق يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بحسن الخلق يبلغ العبد درجة الصائم القائم. إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الإيه؟ درجة الصائم. حسن الخلق سبب في دخول الجنة والبعد عن النار. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أيضا سوء الخلق يكون سببا في دخول النار. المرأة التي عذبت هر لا هي أطعمتها ولا هي تركتها دخلت النار. هذا يدل على أهمية الأخلاق. فالدين الإسلامي دين خلق، دين معاملات، لذلك قالوا الدين المعامل. الإيمان هو سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه أحد إلا الله. أنا أريد أن أرى من المؤمن الجانب الخلقي. الجانب الخلقي كان سبباً لدخول كثير من الناس في دين الله عز وجل. صحيح. ما دخلوا عن طريق دعوة علماء، ما دخلوا عن طريق فتح، وإنما دخلوا عن طريق أخلاق التجار الذين رأوا فيهم حسن الإسلام وجمال الإسلام عن طريق خلقهم الحسن. ذكر بعض العلماء بعض الأمور التي هي مظنة لاكتساب الخلق. كيف أكتسب الخلق سيدنا الشيخ حازم؟ أولاً الدعاء، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني حسن الخلق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الشيء الثاني التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك عندما أتى رجل إلى سيدنا علي رضي الله عنه وقال لي عدد لي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عد لي كده أخلاق النبي، قل لي أتصف بكذا كذا 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 كذا. سيدنا علي لا يستطيع هو ولا غيره أن يحصر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان قرآناً يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن، وصفه وإنك لعلى خلق عظيم. فقال لذلك السائل عدد لي أنت متاع الحياة الدنيا. قال إن متاع الحياة الدنيا لا يعد. صحيح. فقال له إن كان متاع الحياة الدنيا الذي وصفه ربنا جل وعلا بالقليل عندما قال قل متاع الدنيا قليل، كيف تطلب مني أن أعدد العظيم في الكثير خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يجعله الإنسان يتحلى بحسن الخلق أن يقرأ سير الصالحين من الصحابة والتابعين حتى يقتدي بأخلاقهم. كذلك مما يجعل الإنسان يتحلى بحسن الخلق أنه يقف على الثواب الذي وعد به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعد به من كان حسن الخلق. نحن في شهر رمضان، نقول شهر رمضان شهر الأخلاق، واجب على المسلم أن يتحلى بحسن الخلق والخلق أيضا في الصيام. الصيام سيدنا الشيخ حازم هو بمثابة التربية الكاملة الروحية للروح وللجسد. صحيح. لذلك لا يظن لذلك يظن كثير من الناس أن الصيام مجرد إمساك عن طعام وشرب وشهوات، لا، ولا يبالي يطلق لسانه للكذب والغيبة ولكذا ولكذا، ولا يبالي في سب وفي قس وفي إيذاء الناس ويقول إني صائم. الحمد لله أنا ممسك عن الطعام من قبيل الفجر والحمد لله أنا صائم وماسك مسبحة. الصيام ليس كذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدح قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعام وشراب. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام ذكر الغيبة والنميمة وكذا وكذا. هذا يدل على إن الصيام لابد أن يضبط جوارح الإنسان وأن يجعل الإنسان يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا الإمام الغزالي سيدنا الشيخ حازم قسم الصيام إلى ثلاثة أقسام، قال صوم العوام والخواص وخصوص الخصوص أو خواص الخواص. صوم العوام لا يظن بعض الناس بأننا نصنف أقسام يجب أن تكون على الواقع، لا، الأصل أن الصيام يكون إمساك عن الطعام والشراب والشهوات
مع حفظ الجوارح ومع توجيه القلب إلى أن يشتغل بذكر الله عز وجل أو بجلب الحسنات. هذا هو الأصل في الصيام. نعم. إلا أن التقسيم بعض العوام لا يفهمون من الصيام إلا مجرد إمساك طعام وشراب وشهوات، ويظنون أنهم حققوا الصيام. لذلك هذا كما ذكرت لا يبالي فيما يقع فيه من ذنوب. والبعض الآخر يقول الصيام بالنهار وليس بالليل، أنا صيام بالنهار عندما يطلق مدفع الإمساك أنا تحللت، يجوز لي أن أقع في كلا الليل تابع للنهار، يطلق لسانه، والإيمان كل لا يتجزأ. صحيح. صوم الخواص هو الذي يصوم عن الطعام والشراب والشهوات ويصوم جوارحه عن ارتكاب ما يغضب الله سبحانه وتعالى في نهار رمضان وفي ليل. اللسان لابد أن يوجهه إلى الخير، الذكر، القرآن، كذا كذا، الأذن، كل الجوارح لابد أن يجعلها مستقيمة لا تقع في ذنب أو في كذا. النوع الثالث خصوص خواص الخواص هو الذي يصوم عن الطعام والشراب والشهوات ويصوم جوارحه عن ارتكاب ما يغضب الله عز وجل، ويصوم قلبه عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، وينشغل قلباً وقالباً بالطاعات وبذكر الله سبحانه وتعالى. في بعض الصفات الخلقية التي يجب علينا أن نركز عليها في شهر رمضان، خاصة يا سيدنا إن الصائمين وكل واحد أنا صائم وما كذا، لا، الصيام ليس هكذا. الصيام وسيلة لضبط الأخلاق. لذلك لابد أن يتعود المسلم في صيامه على كظم الغيظ، من كظم غيظاً وهو قادر أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء. لابد أن يتحلى بالصبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، لأن شهر رمضان اجتمعت فيه كثير من المشاق، الإمساك عن الجوع، الإنسان يعني قد يتعرض لبعض الأمور التي هي مظنة لانفعاله، فلا بد أن يكون ضابطاً. لذلك يأتي توجيه سيدنا النبي سيدنا الشيخ حمد، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليأكل، لا يرد بالمثل، لا يستثار في الغضب، إني صائم، يقولها لنفسه حتى يذكر نفسه بأن صيامه لا بد أن يكون حصناً حصيناً له عن الوقوع في الشهوات أو ما يغضب الله، أو يرد بالمثل، لا يرد على السيئة بمثلها بل يرد بالحسن. لابد أن يكون الصائم شاكراً، لابد أن يكون الصائم مستغلاً لكل لحظة في نهار رمضان في ذكر أو في تلاوة القرآن الكريم أو في تفكر الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن الوقوع في الذنوب والشهوات إن أراد أن يكون الصوم مقبولاً، وإن أراد أن يخرج من شهر رمضان بالمغفرة والعتق من النار. فالدين كله الأخلاق، الدين حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب العالمين. فضيل الدكتور، يعني ايضا اسمح لي بعض التفاصيل، يعني فيما قلت فضيلتك وتفضلت به، يعني فكره كظم الغيظ هنا، ويعني يعني يقول الصائم اني صائم ويمسك نفسه ويحاول ان يضبط هذا، لكن احيانا يعني اذا هناك صراخ مثلا او شيء من الفضفضه، هل هذا يجوز في بعض المواقف مثلا يعني للمسلم، يعني فكرة أنه انفعل أو كذا مرة في مرات كثيرة كظم فيها غيظي أو كذا، كيف نضبط هذا الأمر؟ نحن نقول الأولى بالصائم أن يكون ضابطا لجوارحه، لا يصخب، لا يجهل، لا يرفس، لا يتكلم ببازئ القول، لا يرتفع صوته، لا يفعل كما يفعل المجانين. أحيانا يخرج الإنسان عن شعوره أو عن مألوف عادته ويستثار ويسير وراء غضبه. نعم. الله عز وجل جعل لهذا مخرج، الاستغفار والتوبة وصدقة الفطر هي تكفر ما وقع من الصائم في شهر رمضان. طهرة الصائم. نعم. هذا في رمضان بشكل خاص أم في باقي العام؟ في كل العام التوبة والاستغفار مكفرة للذنوب طالما أنه ندم على ما فعل وعزم على ألا يعود إليه وعاهد الله سبحانه وتعالى على ذلك وتاب وأناب، يغفر الله عز وجل له، بل يبدل سيئات حسنات كما ذكر ربنا جل وعلا. طيب فضل دكتور، هل في مؤسسات تضبط هذا الأمر؟ يعني مثلا الأسرة كمؤسسة، المدرسة كمؤسسة، نعم، أو المؤسسة التعليمية يعني وكذا، الجيران، نعم، فكرة حسن الخلق هل يربى عليه الأبناء مثلا؟ نعم،
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق. نعم. اللبنة الأولى في إقامة أو في غرس الجانب الخلقي الأسر، اللبنة الأولى. لذلك كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الشيخ حازم لكل مقبل على الزواج أن يحسن الاختيار. صحيح. تخيروا، تخيروا لنطفكم. نعم. أن يحسن الاختيار. نعم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرغبات في الزواج، تنكح المرأة لمالها ولجمالها أظفر بذات الدين تربت. نعم. يداك. المرأة المتدينة هي التي تربي أولادها على مكارم الأخلاق، هي التي تعودهم على الحلال والحرام، بل هي التي تراقب سلوك زوجها إن كان على الصراط المستقيم دفعت وأيدت وأعانت، وإن كان غير ذلك وجهت. لذلك كان نساء المؤمنين رضوان الله عليهن، كانت المرأة تقول لزوجها وهو خارج إلى الصباح للعمل: يا فلان اتق الله عز وجل فينا، فإنا نصبر على مرارة الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء الأخلاق. ثم المدرسة، ثم بعد ذلك الرفقاء الأصدقاء. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لذلك أقول لكل ولي أمر، للأب والأم، لابد أن يراقب كل منكما سلوكيات الولد، فإن وجد إعوجاج فلابد أن ينظر إلى أصدقاء، لأن دائما الصديق يتأثر بصديقه. فإن كان الصديق وإن كان الرفيق كان يتصف بحسن الخلق فلا بد أن تنقل هذه الأخلاق، أو يتصف صديقه بحسن، إن كان غير ذلك تأثر به. يبقى الأسرة، المدرسة، الرفيق لا بد أن يكون، أيضا المجتمع، المجتمع ككل. نحن في وزارة الأوقاف وكذلك في المدارس والمعاهد والجامعات نحاول أن نركز على تزكية الجانب الخلقي خاصة عند الصبي، عند النشأ، لأن ما ضر كثير من أولادنا ووقعوا فريسة في أيدي جماعة التكفير والظلام. صحيح. إلا لأنهم احتضنوا هؤلاء وعودوهم وخلقوهم على أمور كانت سبباً في انتشار ما حدث. نعم. فلابد أن يكون المجتمع، أن يكون المجتمع كله مراقب لسلوكيات البعض، مراقب لسلوكيات، حتى نستطيع أن نوجه وأن نعدل من حاد عن الخلق القويم وأن نرده حتى يكون عضواً نافعاً لنفسه ولمجتمعه. جزاكم الله خيراً فضيل دكتور. فضيل الشيخ حازم جلال الإمام وخطيب مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذن يعني ماذا عن حسن الخلق في شهر رمضان المبارك وفي باقي العام أيضاً؟ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بداية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برحب بحضراتكم وبرحب بأستاذنا الدكتور، وأقول الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بحسن الخلق، وكل عام وحضراتكم بخير. فكيف لي أن أتحدث في هذا الموضوع العظيم الشيق الذي جال فيه أستاذنا الكريم بخواطره، فنزلت على قلوبنا غضة طرية تنعش العقول وتنور العقول وتشرح الصدور. فقد طوف بنا أستاذنا الكريم وما ترك لي شاردة ولا واردة، نسأل الله أن ينفع به، اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذنا الكريم ذكرنا بقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله تبارك وتعالى يصف خلق الحبيب: ولا يمكن أن يصف الحبيب إلا من خلق الحبيب. لا يمكن أن يصف قدر الحبيب صلى الله على حضرته إلا من خلق الحبيب.
وإنك لعلى خلق عظيم. لعلى الحبيب صلى الله على حضرته فوق الخلق. حبيبنا هو الذي علم المتعلمين كيف يكون العلم، بل وعلم المتأدبين كيف يكون الأدب، بل علم الأدب كيف يكون الأدب. ولذلك لما جاء رجل إلى سيدنا علي كما قال أستاذنا الكريم وأشار، فقال لي صف لي رسول الله، صف لي أخلاق سيدنا النبي. قال له: يا هذا، كيف أصف رسول الله والله قال عن الدنيا: كل متاع الدنيا قليل. ولما جاء إلى وصف الحبيب النذير البشير قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أيها السادة، ونحن في هذا الشهر المبارك الكريم، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، صلى الله عليه وسلم. ليلة فوق الخيال، الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة، الله يغفر لعباده الجائزة، يسمى هذه ليلة تسمى بالجائزة. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر، وسميت بالقدر لقدرها ولعلو شأنها ومكانتها. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لابد أن نتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله. أمنا عائشة تصف خلق الحبيب فيما خرجه الإمام البخاري: يا أم المؤمنين، ما خلق الحبيب؟ ما هو الخلق الذي كان يتميز به الحبيب؟ قالت كلمة نقف عند معناها ومبناها: كان خلقه القرآن، صلى الله على حضرته. سيدي يا رسول الله، أرج الحديث بسيرة المختار، وتعطرت بأريجه أشعاري. يا سيدي، لم ألف غيرك من يجيب إذا دعي، أو من يقيل إذا زللت عثاري. فامدد يمينك بالعطاء وبالمنى، واحب الفقير بفيضها المدرار. أنت الذي ملأ الوجود بجوده، والجود بعض خلائق المختار. القرآن دستور، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. قال فيما أخرجه بعض أصحاب السنن: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. أستاذنا الدكتور رضي الله عنه وحفظه الله أشار إلى حديث سيدنا رسول الله الذي أخرجه الإمام البزار بسند حسن، فقال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق. هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثركم مالا، أكثركم جاها، أكثركم عيالا؟ لا. مال إيه؟ سيدنا النبي وضع يده صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الدواء الشافي الكافي الذي خرج من صيدليته المحمدية المتنقلة صلى الله على حضرته. هذا الدواء الذي إذا أخذه إنسان شفي من كل شيء. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغلام اليهودي الذي كان يؤذي حضرة النبي لما مرض، بالله عليكم لو أن واحدا منا في هذا المقام ماذا فعل؟ لكن انظر إلى أخلاق سيدنا رسول الله الذي قال فيه ربه ومولاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة قدوة، صلى الله على حضرته. يذهب إليه الحبيب، ثم انظر إلى مكانة وقلب الحبيب، ورقة قلب الحبيب، وحنان الحبيب. طبيب صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، يا صاحب الحوض المطهر مذاقه، هل إلى رام بحبك نفحة وشراب؟ لي فيك يا جد الحسين شفاحة، ترجى إذا مس النفوس عذاب. يجلس عند رأسه صلى الله عليه وسلم ويقول للغلام وينظر إليه: قل لا إله إلا الله أستشفع لك بها عند ربي. ينظر الغلام إلى أبيه يقول له: أطع أبا القاسم، صلى الله على حضرته. بحسن خلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، منهجه ادعو إلى سبيل ربك
ليس بالفظاظة إنما بالحكمة، وهذه وسائل الدعوة. وأستاذنا أستاذ الدعوة، تعلمنا منه كيف تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. الأخلاق يا سادة هي صفة راسخة في النفس يصدر عنها أفعال بسهولة ويسر، غير حاجة إلى فكر أو روية. امرأة عجوز تعبر الطريق، ماذا تفعل؟ الذي لديه مروءة، لأن الأخلاق في اللغة والتعبير اللغوي، وأستاذنا أستاذ اللغة عام يشمل كثير وله معان كثيرة. ولذلك في قاموس اللغة العربية ولسان العرب لابن منظور والتعريفات للجرجاني وقاموس اللغة العربية، إذا نظرت إلى كلمة الأخلاق وجدت الأخلاق هي الدين والطبع والسجية والمروءة. فلان لديه دين، لديه مروءة، لديه خلق، لديه طبع. الذي لديه ذلك إذا نظر إلى هذه المرأة يأخذ بيدها. أنت تذهب لتقوم بتحضير الفطار وأنت صائم، لا تزاحم على هذا، لا تقوم بضرب هذه العجوز، ساعد هذه العجوز، تأخذ حسنات هذا رجل كبير. إن استطعت أن تأتي إليه بالطعام إلى بيته فافعل ذلك، فافعل هذا. الدنيا أيها السادة لا تساوي شيء. ولذلك كم عمر الإنسان؟ 60 سنة. أعمار أمتي كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في مخرج الإمام مسلم ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. ولذلك فيما أخرجه ابن رجب في كتابي لطائف المعارف وجامع العلوم والحكم أن سيدنا الفضيل ابن عياض لقي رجلا فقال له كم عمرك؟ انظروا إلى هذه الدنيا. قال 60 سنة. قال له أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يشرك أن تصل؟ فبكى الرجل، عايش بالك 60 سنة ولسه ما وصلتش؟ فبكى الرجل. قال له ما الحيلة؟ أعمل إيه؟ قال له يسيرة. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعرف معناها؟ قال له نعم. قال أنا عبد لله وراجع إلى الله وموقوف بين يدي الله. قال الفضيل من عرف أنه عبد لله وأنه راجع إلى الله وأنه موقوف بين يدي الله فليعد للسؤال جوابه. فبكى الرجل. قال ما الحيلة؟ قال يسيرة، أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما سبق وما بقي، فإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. أيها السادة، عمر حضرتك كام؟ 60 سنة؟ سن البلوغ كام؟ 15 سنة؟ نعم. الإنسان بينام متوسط من 6 لـ 8 ساعات، تيجي تجمعهم في عمر 60 سنة بيديك 25، 25 و15 40، أليس كذلك؟ بيقول لك كام من 60 سنة؟ 20 سنة. بس وإن يوما عند ربك كألف سنة. ربنا يحاسبك. بس قد عمرك كله 60 سنة حضرتك؟ تفضل. 70 سنة؟ شوف، ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على هذا الأمر. ما هو رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل ويفيق. إذن أنت حضرتك بتنام من 6 لـ 8 ساعات، تحسبهم بيساوي 25 ساعة، 25 سنة العمر، وسن البلوغ 15. يبقى عمرك كله 20 سنة. 25 سنة لو أنت جايب 70، 80 أقصاه، وقليل من يتجوز يجاوز هذا الأمر. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. شوف أستاذنا الكريم أشار إلى حديث أخرجه الإمام الترمذي وأحمد في سننه وابن ماجه ورواه أصحاب السنن. المرأة التي كانت تصوم وتفعل فعلا واحدة تؤذي الجيران، جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن امرأة تذكر من كثرة صومها وصلاتها وزكاتها، حاجة واحدة بس بتعملها، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. سيدنا نبأ لنا صلى الله عليه وسلم العملية مش بكثرة الصوم والصلاة والزكاة، لا. وذلك ربنا بيدربنا، رمضان ده شهر التدريب. تدريب ايه؟ تدريب الانسان
أن يعد الإنسان جوارحه لله وسمعه لله وبصره لله وينقي الروح من الغل والحقد والكراهية. ولذلك ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلمها ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. أقف معي في القراءة، استأنف القراءة. عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك يقول أحد العارفين والله لو أن الإنسان اشترى الأوراق التي يسجل فيها الملكان ما تكلم بكلمة، ما تكلم بكلمة. ولذلك لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسها بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هناك يقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. حسن الخلق أيها السادة أمر عظيم، أمر كبير، أمر أمرنا الله به وأمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال هي في النار. طب فلانة تذكر من قلة صومها وصلاتها وصدقتها إلا أنها لا تؤذي الجيران. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ تتصدق بالأثوار من الأقيط، يعني قطع لبن مجفف ما يسمى بالجبن. قال هي فين؟ في الجنة. يا ترى لماذا؟ حديث عملي يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد أن يكون لديه خلق. ليس الخلق فقط في رمضان، لا والله، في رمضان وفي غير رمضان. وأستاذنا الكريم أشار أن العبادات كلها والشعائر قائمة على الأخلاق. عندنا 58,000 حديث الصحيح عن سيدنا النبي، 60,000 حديث، 2,000 يتكلمون في الفقه الإسلامي، و58 يتكلمون في المعاملات والعبادات. لو شفتوا هذه المعادلة، 60,000 حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 2,000 يتكلمون في الفقه الإسلامي، و58,000 يتكلمون في المعاملات والعبادات والشعائر. الإسلام هو دين الخلق. أشار أستاذنا الكريم أن الناس قد دخلوا إلى الإسلام بإيه؟ بخلق التجار. حبيبنا صلى الله على حضرته قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان يلقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. حبيبنا صلى شوف حتى القرآن أشار قد نعلم إنه لا يحزنك صلى الله عليه وسلم، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل. هي دي القضية، قضية نفسية بس من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم يعلمون أنه الحق. ولذلك أبا سفيان حينما سأله النجاشي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل أمركم بكذب، هل رأيتم عليه كذبا؟ قال لا، على طول الفور قبل، ولذلك قبل أن يشير الحبيب صلى الله عليه وسلم أو يتكلم سيدنا جعفر فيقرأ من أول سورة فصلت عليه. فسيدنا النبي كان خلقه صلى الله عليه وسلم دائما عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ذلك. يبقى الخلق لابد أن يكون في رمضان وفي غير رمضان، لأن الإنسان الصالح لا يتغير بتغير الزمان. من لديه مبادئ، ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المجد يبقى ولا الألقاب والرتب. الإنسان الذي لديه مبادئ لا تتغير في رمضان أو في الطاعات، ليس لها موسم بعينه، بحيث إذا ما انتهى هذا الموسم نقص الإنسان على عقبيه، رجع الإنسان مرة ثانية إلى ما كان عليه. لا، الطاعات مستمرة قائمة ودائمة بدوام ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك الملائكة قالوا للحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك، لما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكانت القضية قضية العبادة، الملائكة يعبدون الله في السماء الأولى، ملائكة يعبدون الله صفتهم أنهم قائمون، وفي الثانية أنهم راكعون، وفي الساجدة أنهم كذا، وفي السابعة أنهم كذا.
الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون الحق سبحانه وتعالى، والليل والنهار لا يفطرون، يسبحون الله. إنما القضية قضية الخلق، لابد للإنسان أن يكون. ولذلك إذا نظرنا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما توجه تلقاء قال عسى أن يهدين ربي سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، ورد أي وصل إلى المكان، ماء مدين أي البئر، ده سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء. ولما ورد من الورود أي الوصول، ولما ورد ماء مدين أي المكان المخصص لسقي الغنم والإبل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه، من الذي وجد؟ موسى عليه السلام، وجد عليه أمة من الناس يسكون، لأن أستاذنا أشار فقال في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري الحياء والإيمان قرنا، إذا رفع رفع الآخر، وجد عليه أمة من الناس يسكون، عدد كثير من الناس يسكون أي يسكون الغنم، هناك تقدير في الكلام، وجد عليه أمة من الناس يسكون، انظر، ووجد من دونهم امرأتين يعني تزودان، يقومان بدفع الغنم حتى لا يختلط الغنم والإبل مع الرعاة. انظروا إلى الأدب، وانظروا إلى الحياء، وانظروا إلى الخلق أيضا، وانظروا إلى احترام الكبير أو احترام الأدوار. يعني الآن نرى الصغير تقدم على الكبير، وربما حقر الصغير من الكبير، وربما تطاول الصغير على الكبير، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا. وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي، وهناك تقدير في الكلام، ليه؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينتهي الرعاء من سقي أغنامهم وإبلهم. وهناك تقدير أيضا في الكلام، كأن سيدنا موسى قال لهم ما الذي حملكم على هذا؟ ما الذي جاء بكم هذا؟ أبونا شيخ كبير. انظروا إلى الشهامة والمروءة التي أشرت إليها وأشار إليها علماؤنا علماء اللغة، في أن الأخلاق في اللغة هي الدين والطبع والمروءة والسجية. فسقى لهما، ثم ماذا فعل؟ ثم تولى إلى الظل. ثم انظر إلى هذا الأمر العجيب، موسى خرج خائفا لأنه جاءه الرجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إن لك من الناصحين، فخرج. قال سيدنا موسى انظر إلى هذا الأمر العجيب، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كل هذه النعم التي أنا فيها يا رب فقير إلى عطائك، إلى غناك، إلى يد العون، إلى المعية، إلى العناية، إلى الرعاية، إلى الحماية، إلى الكفاية، إلى الوقاية، يا رب لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي من لدنك مستقرا واغفر الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم. كانت المكافأة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت، سيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل ذكرنا، والذي فعل ذلك هو أستاذنا سيدنا الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وأخذت فيه الدكتوراه في لأنه أستاذ الوقف والابتداء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وقف القراء واستنف على استحياء، قال جعل المشي والكلام كلاهما على استحياء، فجاءته إحداهما تمشي، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب وسرعة الاستجابة، لأنه قال رب إني أنزلت إلي، فكانت النتيجة فجاءته على طول الفور، إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك هذه المكافأة ليجزيك أجر ما سقيت لنا، دي مكافأة دنيوية، وهناك مكافأة أخرى. ولما توجه تلقاء مدين، والأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى تجلى لسيدنا موسى، وجاء النور الإلهي لسيدنا موسى عليه السلام، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، إلى غير ذلك. إذن حسن الخلق
يدرك به الإنسان درجة الصائم القائم. الإنسان يتطاول عليه الصغير والكبير في هذا الشهر المبارك لأن له خصوصية، فليقل كما أشار أستاذنا وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إني امرؤ صائم لا تتكلم. يقول العبد: كيف أكون على هذه الدرجة؟ ألم يقل ربنا: ونفس وما سوى. مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري: يأتي رجل إلى حضرة النبي فيجذب حضرة النبي من بردة كانت عليه فعلمت في رقبة سيدنا رسول الله. أعطني يا محمد، بالله عليكم، لو أن واحدا منا لكانت الدنيا تقوم ولا تقعد وكان هناك وهناك، ولكن ده سيدنا النبي صلى الله عليه بالمؤمنين وبغيرهم والله. وما أرسلناك صلى الله على حضرته وآله، فأعطاه الحبيب. أعطني يا محمد فإنك لا تعطني من ملك ولا من مال أبيك. ده يحسن إليه وأساء إليه. في قضية الإفك، إن الذين جاءوا مصطح ابن أثاثة لما تكلم وكان سيدنا أبو بكر الصديق يعطف عليه، الله يفتح عليك يا أستاذنا، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فعفى سيدنا أبو بكر الصديق الذي يتكلم في حقك: لا ترد الإساءة بالإساءة. منهج سيدنا النبي ما ردش عمره الإساءة بالإساءة، لكن كان يعفو ويصفح. سيدنا عبد الله بن عمر كان يصب عليه الرجل الغلام، فلما صب عليه فالماء جاء عليه فنظر إليه قال له: والكاظمين الغيظة؟ قال له: كظمنا غيظا. قال له: والعافين عن الناس؟ قال له: عفونا. قال له: والله يحب محسن. أذهب فأنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى. أيها السادة، الدنيا فانية زائلة، كل متاع الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد. وأنا أقف عند هذه الآية، أقف فيها على معناها ومبناها لنسمعها من أستاذنا الكريم الأستاذ اللغوي وفارس اللغة العربية في قول الله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا انظر نؤته منها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكرا جزيلا من فضيلة الشيخ. يعني نختتم بهذا بهذا التعقيب فضيلة دكتور رمضان. هي القرآن الكريم بليغ في كل لفظة، حتى إن كل لفظة لا يسد غيرها مسدها ولا يقوم بوظيفته. فكل لفظة في القرآن الكريم وضعت لمناسبة المقام والسياق والأحوال. من كان يريد حرص الدنيا نزد له في حرصه، من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منه. لماذا قال ربنا جل وعلا هنا نزيد وهنا قال نؤتيه؟ على التخفيف وزيد. حظ وحس وبيان إلى أن حرص الآخرة هو الباقي. الله. ويجب أن يتنافس وأن يتسابق المتسابقون في أن يعدوا هذا الحرص إعدادا جيدا، حيث إنه هو الذخيرة الباقية التي يستفيد. لكن من يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. وما حتى يعني هناك في ألفاظ اللغة جرس للكلمة يعبر عن معناها. ومن ميزة اللغة العربية إن كل لفظ له جرس وله إيقاع، زي كلمة وزلزلوا. زلزال شديد. ليه كلمة الزلزلة؟ هي وصفت الحالة كما هي. زلزلة. وقوع متكرر في جهتين متعاكستين. وصف حال الصحابة بكده لأن هذا هو الواقع الذي صور. فهذه من بلاغات القرآن الكريم، دائما جانب الآخرة
يؤثره أو يستعمل ربنا جل وعلا في الألفاظ المعبرة التي تدل على أنه هو الباقي والذي يجب أن يتنافس المتنافسون فيه. أما متاع الدنيا فهو قليل كما وصف ربنا جل وعلا. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور رمضان حسان، أستاذ رئيس قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حازم جلال إمام وخطيب مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا أن يعني طرحتم لنا هذه التفاصيل التي نتمنى أن نراها في مجتمعاتنا يا رب العالمين، وأن نتحلى بحسن الخلق إن شاء الله. كنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه الندوة في ملتقى الفكر الإسلامي لشهر رمضان المبارك عام 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية على شاشة قناة النيل الثقافية في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، ودائما نراكم بخير إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.